الفينال باش يكون بين الفينال تاع البطوله باش يكون بين الزهره الرياضيه والاتحاد المنستيري، وباش يكون زاد فما فينال ماتش داخل الماتش بين نعيم في فالله ورضوان سليمان. ملاهات قداش بيناتهم اعمارهم سي الفاضل؟ 81 سنه بين مع بعضهم. هات نشوفوا التقرير نتاع الشباب، شابين نعيم ضيف الله ورضوان سليمان، ربي يطول في عمرهم ويزيد في تعلقهم في ملاعب كرة سلة. تقرير ديما نتاع بايرب كناسي. كي نحكيو على ملاعب كرة سلة وتألق في العقد الرابع من عمره، يجي لبالنا الأرجنتيني لويس سكولا، ولا البرازيلي أوسكار شميت، ولا الإسباني باو غاسول وغيرهم. علاش نمشيو لبعيد؟ وكرة السلة التونسية جابت ملاعبية مازالوا يعطيو في الإضافة ومهمين في فرقهم وهما في الأربعينات. رضوان سليمان 41 سنة ونعيم ضيف الله 40 سنة يعتبروا من أكثر ملاعبية اللي عندهم لونجيفيتي في الباسكيت في تونس، وحقوا ألقاب ومازالوا يحبوا المزيد. أحسن دليل اللي هما وراء وصول جمعياتهم إلى نهائي البطولة والمربع الذهبي في الكاس. السكة في رحلة جديدة مع اليو اس مو الموسم هذا كان مهم في المرحلة الأولى من الباسكتبول أفريكا ليج وفي البروا، وساهم باش يلعب الفريق على ثلاثية تاريخية. من جهة أخرى نعيم ضيف الله التحق في شهر أكتوبر الفارت بالزهرة الرياضية وظهرت الإضافة متاعه من أول المقابلات، وفي الجيم 5 من نصف نهائي البطولة كان من أحسن الملاعبية في الماتش وسجل 23 نقطة وقام ب 12 ريباوند و 4 أسيست. برشا خدمة وتضحيات وراء مردود اللاعبين الزوز، وأحسن رسالة للمشكين اللي قالوا نهار من نهارات اللي ملعبية وفاو. أنا عندي بريود ناس تتكلم عليا وأنا ساكت قاعد نخدم في سكيت، أصحاب اللي دارين بيا والناس اللي تفرج تعرف في سكريفيس اللي نعمل فيهم. نبدأهم أنا من شهر جويليا، الناس كل تعرف شهر جويليا، حتى كي نخرج نصيف مع صغاري ومع عائلتي عندي ساعة ونص ساعتين وحدي، نحب نوصل الميساج هذايا خاطر فما ناس صحيح قالوا نعيم ما عادش فيه كل شيء، حطيت في قلبي العمر سيتان شيفر روندمون ليجيان دو في الخدمه والقليب هو ذاك اللي يعطي اكله في التيران. سليمان وضيف الله باش نشوفوهم من غدوه على الاقل في اربع مواجهات، فلمن ستكون الغلبه؟ ومهما يصير الملاعبيه الزوز معدنهم فوندو ذهب خالص ما يصددش. هذا تقرير بيرم كنيسي عطوني رضوان سليمان نعيم ضيف الله. قبل ما نجيك تحس وجيعة كبيرة نعيم في الديكلاراسيون نتاعو، تحس اللي ممسوس معناه يجاوب ظاهر بحرقة لداخل. بالطبيعة كي أنت كي تبدا لاعب تب تخدم على روحك وتحاول تحب تحسن حتى مع تقدم العمر، وتتلفت تحل تقرا في الجرايد ولا تقرا في الفيسبوك فهمني نعيم وفاء فهمني اش مازال يعمل هذا، وديما الكلمه الخايبه احنا ديما السابقه اسهل من الكلمه الباهيه تخرج في الساعه. احنا سيرتو التوانسه الكلمه الخايبه في الساعه تخرج، الكلمه الباهيه صعيبه معناها ما يقولوش ان شاء الله يعمل ما خير، ان شاء الله يحسن، ان شاء الله يكون كادري، خاطر ينجم با فورسيمون يكون في التيران كلاعب معناها باش يعطي بيرفورمانس. لا هو مزيان هو يعطي احسن جمهور في الدنيا. نحكي لك معناها لونكادرومون عنده قيمه باش تطلع الجوارات الصغار راهو. خاطر بليتو فهمني سيتا موديل راهو باش يولي. بيان سور. سيتا موديل اللي اسويفر. دونك خير ناخذوه من البون كوتي نتاعو هو يعطي في البلوس في التيران وزيد هات نربحوا من نعيم ضيف الله شنو هو الحوايج لازم يعطيهم للصغار. يزينا فهمني الميساجات الخايبه فهمني هاو فيه نعيم هاو لا هات تعطيو الباهي خير.